نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع مستشار الرئيس سعد الحريري الدكتور داود الصايغ. كنا عم نحكي دكتور داود بعد موضوع الحكومة والانطلاقة ويجب الانتظار لترتيب المؤسسات والهيكلية، هناك صفحة جديدة، هناك تسوية ما حصلت في الداخل اللبناني، وبالتالي البعض يسأل عن خلفية، أعطيتنا بعض العناوين، ولكن هل دخل لبنان مرحلة من الاستقرار؟ أستاذ سلمان، صار في تعليقات كثيرة أنا بستغربها، لأنه في رأي بلبنان دائما بيطلع للخارج إنه مدري شو صار، كيف بسرعة ترتبت الأمور، شو هي القطبة المخفية اللي كانت يعني بتقراها وإنه إجا الضوء الأخضر من الخارج، الضوء الأخضر، طيب ليش كان الضوء الأخضر كان ضوء أحمر؟ ما كان أحمر، ضوء أخضر. في عم تحكيني عن الاستقرار، نحن استقرار أمني موجود، باعتراف الجميع. أولا بسبب سهر القوات الأمنية العسكرية والأمنية، ثانيا بسبب سهر القيادات السياسية. أستاذ سلمان، هذا الحوار اللي عم يتم واللي ما انقطع اليوم بين تيار المستقبل وحزب الله، هذا يرفض استيراد مشاكل المنطقة إلى لبنان، لأنه اليوم مشاكل المنطقة هي صراعات مذهبية ما عادت مخبية، صارت مكشوفة. في رفض لاستيراد هذه المشاكل، في سهر، وبعدين في ما بدي يسميها مظلة دولية أو شيء، في اهتمام دولي واضح ومتكرر من خلال تصريحات المسؤولين الغربيين والسفراء المعتمدين بحماية لبنان من تداعيات ما يجري في المنطقة، من خراب سوريا إلى خراب العراق إلى هلا بنحكي عنه. نحن نجحنا في تلقف هذا، نحن إزاء هذا الوضع، إزاء هذا الوضع تساءلوا أصحاب القرار بالداخل، كيف بدنا نحمي لبنان؟ كيف بدنا نحمي؟ شغور الرئاسي، صارت حكومة الرئيس تمام سلام، إذا اجتمعت الحكومة يعتبر ذلك حدث. بينما اجتماع مجلس وزراء هو عمل روتيني، بصاروا بيدخلوا الكاميرات وهي وبياخذوا تصريحات من انه اذا وزير تناقش هو وزميله، انا هنا بعترض عليها. اذا وزير تناقش هو وزميله، اوف، المحطات كلها اختلفوا وزيرين، وشو شفت وين الاعلام؟ مش عم بيساهم بقى، عم تحكي على المسؤوليه، عم بيحكي عن بقى شافوا. انا هون مش لاني مستشار رئيس حبيبي، بس بشوفوا قد اشتغل بهذا الموضوع في سبيل ملء هذا الشعور. قال انه المرحلة اخطر مما نتصور كانت، اجاء تدارك هذا الاخر. طيب، موجود فريقين سياسيين عم يتصارعوا من سنوات، انا مش عم حطهم قبل بعضهم من حيث المسؤولية بعرف، ولكن بده واحد يعمل يعمل خطوة استراتيجية فاصلة، انه ما نعطل. طيب، نحن بننتخب العماد عون، وبعدين اجت نتيجة الاستشارات لصالح الرئيس سعد الحريري، وتألفت حكومة اتحاد وطني، وبلشت الشغل. طيب، هلا بكره بصير يقولوا خلافات، منتظرين خلافات لانه تعودنا على الخلافات. يا حتى النقاش منه خلاف، يعني اختلاف وجهات النظر منه خلاف. احيانا بقى يطلع وزراء، يطلعوا مجلس وزراء وينزلوا يصرحوا، المسؤولية لا تمارس على شاشات التلفزيون. شاشة التلفزيون هي لتغطية الأحداث، صفوا وزراء شغلتهم يحكوا على التلفزيون بس ببرامج أو لا يعلنوا خلافهم مع غيرهم. نعم، يجب حماية هذا الاستقرار السياسي، وكيف دكتور داود بالداخل؟ حماية هذا الاستقرار السياسي باستمرار الوفاق. الوفاق هو الركيزة الثانية من نظامنا السياسي. نظامنا عندنا دستور تم العبث فيه، تم تجاوزه، تم التمرد عليه، ولكن لا يسأل الدستور عن التمرد، يسأل المتمردين. كما أنه هذا النظام ينتج فساد، لا، يحاسب الفاسدين ولا يحاسب النظام. بقى نحن بالإضافة إلى النص الدستوري عندنا الوفاق، والوفاق
في لبنان له مرتبة دستورية. بتقول المادة 65 من الدستور تؤخذ القرارات بالتوافق وإلا بالتصويت. فأذن أنا عم شوف اليوم أنه من وقت انتخاب الرئيس عون التأليف الحكومي الوفاء بين الرئيسين أولا ممتاز، صار انسجام أكثر من وفاء. إيه أكثر خير. وشفنا الرئيس عون بالسعودية حكى عن اتفاق الطائف، حكى عن النائب النفس، وقال نحن موضوع اشتراك حزب الله، موضوع حزب الله هيدا قضية إقليمية ودولية أكبر من طاقتنا على الحل. ما عاش في أجرأ وأوضح وأخلص من هذا الاعتراف. نعم. ولكن قال بمسؤوليته هو بضمانته لن يتم استعمال هذا السلاح في الداخل. نحن كلبنانيين جميعا تصلنا حقوقها من قبل المسؤول الأول. نعم. طبعا هذا رأي رئيس الحريري وهذا رأي كل القيادات السياسية اللي حيت هذا الموقع. نعم. هذا ركيزة أساسية للوفاء إنه نعم. نحن ما عندنا مختلفين على الأساس، عرفت كيف؟ بقى أنا مستبشر باستمرار هذا الوفاء، لكن ما نقعد نقول أستاذ سلمان إنه هيدي حكومة عمرها قصير بدها تعمل انتخابات. لا، بدها تعمل كل شيء، بدها تعمل كل شيء. ما بقول لك وين بدنا هلا بما يتعلق بال انتخابات. بدك هلا هون مش انه موضوع التعويل على خلافات، ولكن واضح موضوع قانون الانتخاب المطروح وإمكانية انتاج قانون انتخاب جديد قد يخلق نوع من النقاش، اذا بدنا نقول الحاد، بين الافرقاء السياسيين او الوفاق السياسي هو الذي يطغى اليوم يكون اقوى. قانون الانتخاب هو قانون عادي ومنه دستور. والقوانين بتتغير. هلا معظم القوى عم تشتم ما يسمى بقانون الستين، لكن انت وانا وكثيرين عم نشهد من عده سنوات هذا الحديث الكثيف عن قانون الانتخابات، ولحد هلا ما في ولا صيغه بديله لقانون ما يسمى بالستين اللي صار عليه تعديل. بس بتوافق على كلام الرئيس بري بوجهه سامون لقانون ستين وقلبن معه؟ أنا بيعجبني هذا المثل اللي بيعطيه الرئيس بري البكي على هريسي مش على حسين، إنه هو بيعطي أمثال شعبي. بون، نحن سيد سلمان أعرق دولة بالشرق مارست الانتخابات منذ منتصف القرن التاسع عشر، والانتخاب المختلط حتى بمجلس الإدارة المتصرفية إلى زمن بداية العهد الفرنسي 1922. حاكم الفرنسي ومتى كان بعد ما أجا المفوض السامي أصدر قرار جميع الناخبين ينتخبون جميع المرشحين. صفتنا بالانتخابات هي طائفية، توزيع الطائف، الاختلاط والمناطق والدائر والانتخاب الأكثري على مرحلة واحدة. وبذات الوقت الطائفية هي المعضلة الكبرى، إذا بدنا تعمل نسبية كاملة أو نسبية هي الأساس. طائفية كلمة تفسر بعدة نواحي. مظبوط، عدة نواحي. اختلاط الطائفي شيء، هذا التكوين المتنوع في لبنان هو سراء. عم تسمعني؟ هو نعم. سراء حتى بمؤتمر الدار البيضاء في ايار 1989. نعم. اللي سبق مؤتمر الطائف صدر التوصيات التجربه اللبنانيه، اختلاط التنوع اللبناني هو سراء. لكن طائفي، هذا التكوين الطائفي شيء، واستغلال الطائفية شيء تاني. الطائفية هذا التكوين الطائفي بخليك تعرف الآخر. نعم. بخليك تهتدر، بعلمك الاعتدال، بعلمك فهم الآخر. نعم. هل اليوم حتى بفرنسا مش عارفين يوصلوا له. نعم. بموضوع قانون الانتخاب، هل فعلا هذا القانون في حال بأن نعمل قانون جديد أو قانون ستين أو إجراء انتخابات مرتبط ويحرك الوضع الداخلي حكوميا؟ يجب يكون هيك حكوميا أو سياسيا يحرك كل الوضع. قانون الانتخاب أو إجراء الانتخابات هي
دليل الأبرز في الديمقراطية على تداول السلطة. نعم. نحن كنا عم نبكي على الشغل الرئاسي لأنه ما تم في تداول سلطة، تجمد وصار في تفسير غير صحيح لموضوع النصاب وتأخرنا. هلأ لا بدها تجي الانتخابات، هلأ على أي أساس؟ قلنا سنتين ثلاثة أكثر نحكي بالنسبية، تبين أنه النسبية هي الخلاص. كتير في كلام مكثف عن هذا الموضوع، هي لا من دون ما حدا بعد يقدم حل أو تصور كيف يتم تطبيق النسبية في لبنان. النسبية والطائفية أو التنوع الطائفي يتعارضا. يتعارض نسبية أستاذ سلمان، هو نظام من حيث المبدأ عادل، بمعنى أنه بياخذ بالاعتبار يوسع دائرة التمثيل، انه كل واحد بياخذ مقاعد. نعم. قد ما بياخذ اصوات، ولكن هذا يفترض وجود احزاب. الاحزاب بتقدم اللائحه، والاحزاب اللي بتعمل احتساب المراكز الاولى والمراكز الثانيه. بدك اكثر من احزاب بلبنان؟ احزاب هيدي مش عم بحكي الاحزاب، الاحزاب المنظمه اللي عندها برامج. نحن احزابنا معروف شو هي، أوكي. أحزاب أشخاص أو أحزاب على طابع طائفي. نعم. لكن مثلا بألمانيا، بألمانيا عنده النظام، عنده كل ناخب صوتين. ايه. صوت بيصوت لللاندر. نعم. للمقاطعة، وصوت لدائرة الفنية. نعم. لللاندر بيصوت للليحة اللي بتحطها الحزب. طيب كيف بدك تحسب؟ ما في عملية حسابية. بقى نحن، أنا الشيء اللي بيعجبني أنه قال مناطق مختلطة. طيب إذا في مناطق لا يصلح فيها النظام النسبي خبره والأكثري، ومناطق فإذا لشو هيدي؟ عملوا مختلط ونسبي، ليش حزب الاشتراكي قوات وغير مستقبل، وين الرئيس بري؟ نص نص أو أكثر شوي. أنا سلمان، هذا تصويت نسبي هو بالبلدان اللي بتعتمدوا تصويت سياسي. هون عم يصوت، عم يصوت لبرنامج. هون مش معروف شو هو، ليش عم ينطرح؟ القانون الانتخابي لا يتم استيراده، هو ينطلق من الواقع الوضعي والحقيقي للشعب. نحن بننتخب، قلت لك تنوع طائفي عن النظام الاكثري ولدوره وحده. طيب هلا مش ما في شيء يمنع تعديله، ما في شيء يمنع، في اقتراحات والتأهيل على مستوى القضاء. طب والصوت التفضيلي، فوت بريفيرنس، الصوت التفضيلي اللي بيسمح ضمن النظام النسبي بانك تنتخب من لائحه ثانيه، لانه باللوائح النسبيه المقفله ما في تشطيب. يعني عمليه، اولا انا بعتقد من حيث المبدا، حيث تقاليدنا، حيث وضعنا، صعب انها تصير. والمهل ضاغطه دكتور داوود بهذا الوقت. هلا عم بيقول، سمعني لوزير الداخليه عم بيقول المهل ضاغطه، ما فينا هلا. هلا امبارح عم بسمع النواب بيحكوا له خلينا نحط ايدنا بايد بعضنا ونستعجل. يا سيدي ما لكم اربع سنين تحكوا، كيف تم ثلاث اربع سنين ما تم الاتفاق على شيء لحد هلا؟ وقال لهم اياها الرئيس بري، في سمى قديش في اعداد مشاريع. مشاريع قد ما بدك، في مشاريع قد ما بدك، من نواب، من منظرين، من اساتذه الجامعه اللي بده وان مان فان فوت، اللي بده لبنان دايره انتخاب، في مشاريع قد ما بدك، في على الواقع ما الذي يطبق؟ اليوم النائب وليد جنبلاط عنده بده يعمل وفد يجول على الكتل، بيقول لا نسبي ولا مختلط، نعود الى الاكثري. الكلام الثاني انه طيب انطلاقه العهد والتغيير والامان، بدنا نعمل قانون جديد. اساله شو بيعنوا بالقانون العصري؟ شو القانون وعدالة التمثيل؟ عدالة التمثيل شو بيعنوا فيه؟ انه يكون في ناس غير هالطبقة السياسية تفوت. مش هيدا طبعا قانون الانتخاب، هيدا بنرجع قانون الانتخاب هو في امل جدي يجيب وجوه جديدة. لكن اذا بدك تجديد الطبقة السياسية، هل شو بالنسبية بتتجدد؟ ما بتتجدد؟ ما بعرف، ما بيفوت ناس اللي عم يطرحوا، لا مش عم يطرحوا على هالاساس. هي بدك ترجع بعدين لعلاقة الناخب بالنايب. يا سيدي بيرجع بينتخبوا نفس النواب، بيرجع بينتخبوا. طيب بالنسبة مش عايز ينتخبوا، شو بعد بقى هيدي؟ إذا النسبية اليوم لا تناسب لبنان يا أستاذ، إزاي هذا الموضوع؟ شفنا من كم سنة، سنتين ثلاثة،
تبع ما يسمى بالقانون الأرثوذكسي، والطائفة الأرثوذكسية براء من هذا هذا المشروع. هذا في هيئة أرثوذكسية صاروا يسموه أرثوذكسي، هذا بخرب النظام اللبناني، ما لا يبقى شيء من النظام اللبناني فيما يسمى بالقانون الأرثوذكسي. لأقول لك ليش؟ لأنه سمعت واحد عم يحكي نحن ما عم نطلع بالبوسطة أنه شو هي أفضل طريق، أنه في لوائح مثل بشوف وزير جبلاط مثل ببيروت أو بعكار، أو من أنه طيار المستقبل بيجيب نواب من غير الطائفة، وكله شو صار؟ لكن عمرنا هاي اللبنانية يعني ينسوا اللبنانيين أنه حزب الوطنيين الأحرار كان مختلط. حزب الوطني اللي اختار رئيس شمعون كان فيه من حلفائه وأصدقائه رئيس سامي الصلاح، الأمير مجيد الإسلام، محمود عمار، كاظم الخليل. نعم. حزب الدستوري قديما أنت ما بتعالوا ولا أنا، للأسف الشيخ بشار كان حزب مختلط. طيب نحن بدنا نرجع نرد أحزابنا، بده يرجعوا يعملوا طيار المستقبل حزب سلمي. هذا مرفوض. نعم. مرفوض من قبل الرئيس رفيق الحريري، ومرفوض من قبل الرئيس سعد، مرفوض من قبل الكل. نعم. بقى هذا أنه يمنعوا الاختلاط بلبنان شيء قانون أرثوذكسي، شيء لويه أنه لا أعطونا هذه النائب بيروت بخدوا هذا من عكار وسحبوا، لا مش صحيح أبدا. داود، نحن أهم مبدأ بحياتنا السياسية هو الاختلاط. تتفهم. جميع الناخبين ينتخبون جميع المرشحين. تتفهمون هواجس النائب جنبلاط في حال كان أي قانون يستهدف ليس فقط الحزب الاشتراكي أو النائب جنبلاط، أي طرف آخر؟ طبعا المكون اللي بيمثله نائب جنبلاط هو مكون أساسي، وهو بيعرف شو أهمية العملية الانتخابية، وإن كان بالمناطق اللي له مناصرين فيها أو خارجها طبعا بده ما حدا في ما ياخذ بالاعتبار الشيء اللي عم بيقوله استاذ وليد جنبلاط هو وغيره. الرئيس بري بنفس المسار اعلن كم مره انه نحن هيدي في عندي مشاريع لكن ظاهر بقى لهالسبب. بس حكى وزير الداخليه كم يوم قامت الايام عم بيقول لهم استحاله لانه صعب. الرئيس سعد الحريري يا عمي نحن حاضرين، نحن اشتركنا نحن والحزب الاشتراكي والقوات اللبنانيه بمشروع قانون جديد، وينه؟ نحكي بس نتيجة بعد ما في لحد هلا اللجان النيابية استاذ سلمان بعد ما تم التوصل لتحديد آلية تطبيق النسبية في الحالة اللبنانية. بدنا وقت الحالة اللبنانية مثل بدنا بعد ما قدروا ما حدا بيحكوا فيها. نعم. بس بدنا نشيل النفط ونبلش بالنسبية، بركي الأمور أكثر. شو لا بلش ننتج نفط وغاز بتكون قربنا عن النسبية. رح نتابع معك دكتور داود القسم الأخير من كلام بيروت، الوضع الإقليمي، الوضع السوري طبعا وما يجري في المنطقة، وشوي عن الموضوع السعودي بعد هذه الاستراحة. ابقوا معنا مشاهدينا.